صيانة هذه الطريق ليس للدولة يد فيها لا من قريب ولا من بعيد، فقد قام أعضاء فريق رواد الخير للعمل التطوعي بمدينة غدامس بمبادرة جديدة تمثلت في صيانة مدخل مستشفى المدينة العام، والتي تسببت الحفر في عرقلة السيارات الداخلة إليه. عندنا مبادرة جديدة من المبادرات الخيرية والتطوعية في مدينة غدامس، اللي هي صيانة الحفر أو الحفر اللي سببت عرقلة للسيارات وسيارات الإسعاف وسيارات المواطنين أمام مدخل مستشفى غدامس العام. طبعا في ظل توقف القطاعات الحكومية من مواصلات من البلديات توقف الحفر، فقمنا بإنشاء أو بإقامة مبادرة اللي هي صيانة الحفر. من أعضاء الفريق طلبة أكملوا دراستها وتفرغوا للعمل على الصيانة التي رأوها واجبا ضروريا حتى وإن غابت خدمات الدولة. طبعا بعد ما كملنا الدراسة ونجحنا ولله الحمد، قلنا خلينا نساهموا في تصليح بعض العثرات اللي ما قدرتش عليها الدولة، فاخترنا نشاط صيانة طرق المدخل مقابل المستشفى مدينة غدامس العام. مبادرة جاءت لوضع نهاية لهذه الحفر، وحتى إن كان حل المشكلة مؤقتا إلا أنه يفتح على الجميع بابا للتعاون في إصلاح ما يمكن إصلاحه.